كما يسمى اصحاب الحسين ما قاضي يشرب صوت الطاس وتشكى غير مثل غير في ما يمجن لا ذا لا غروبا لا ما يما اش قال الله ما تسمح المسؤول الحسين ما يخرب الدمويه ما يستعيش غير يسمح قسما بالله ما كسمح قال ما نسمح غاك هو النسي كينا ما يرمويه قال ما نسمح غاك كيسمح سي ضاب ان شاء الله ولكن قد تشتغل وتطول شيء الناس يجيني الموية يمي والله ما ضي طول شقا بعدا حال ما تخاف يا رزق وغرو دايخ شي سيدة رب العالم بالعربية باش يفهموها حتى الناس اللي ما كيفهموش الريفية والمسؤول تاع المدينة تاع الحسيمة اقليم الحسيمة المسؤول الكبير كاع مننا حتى للرباط كنقول لك والله ما نسمح لك في الدنيا والآخرة خربتينا المرصة كنت كندبر منها طريف ديال الخبز خربتيها لي كي خربتي لي الحياة ديالي كنخربي العالمين يخربها لك ليك ولا خربها رئيس الحكومة ان شاء الله يخربها عليه رب العالمين ولا خربها شي مسؤول تاع المدينة وود البلاد ديالنا ياك رب العالمين يصبر فيه رب العالمين يدير له شي تاويل ديال يتعذب حتى هو كي كنتعذب انا وشوف ذاك من غير جوا واش مازيخ المهم الحسيمة ايوا ثاني نس كوشي تعيس تكسير مش بعد داش ترخيخ في النجرة تعيس زي الحسيمة ماكلوش الحر السي وصوري صحبي ولا نحسن من صحبي ولا نقاش تعصيبو لا يرحم والدين وسيدنا هاد المسؤولين اللي جابوا هاد البلان الحسيمة هاد البلان مخشوش هاد الشي ما غيسلكش عمر ما غيسلك حنا فينا الأزمة ما هو الأزمة باللغة العربية الدارجة سميتو الفقر دابا نتوما كتقولونا مدينة سياحية خليونا غا في القروية ديالنا وخلينا هاد النكروت ديالكم هاد الوحش تاع البحر اللي كياكل هاد الشبكة هذا والله ما تعرف بالعالمين استغفر الله قسما بالله انا خايف يكون شي هاد الشيء جا فرموكا وهاد الشيء الاصطناعي هاد النقل زعما ما كاينينش في المغرب كامل هذا هاد الحسيمة الله يرحم والدينا هزوا عليكم هزوا علينا الالات ديالكم تاع البحار اللي كياكل الشبكة وهاد المافيات اللي عندهم اللوبي يدخلوا سوق راسهم يحيدوا من هاد المدينة وانا كنتقلق وكنعرف شنو كنقول ما قاريش الله يجازيكم بخير تكيسوا علينا واللي كيقول لك انا ريفي بغيت المصلحه للحسيمة يطلل على المرصى المرصى خاويه لا باركو لا برميل لا الحوت وكيما يعمل بنادم يعيش معاكم هنا في هذه الخربه الله يرحم والدين انا والله كنتاسب بعد المدينه ديالي انا غنهرب غنهرب من هذه المدينه أبغيتو نتوما غنهربو من هنا ولكن كتأسف بغيتونا الهجرة الهجرة بحال اللي كيقول السيد حنايا دابا بغينا نمشيو من هنا لا إزازي قال لك خوي أخوي كيقولوا خوي ما عاد فين هالمرسى خاوية فين غنمشيو حنا أنا كنهضر على راسي ها لا خدمة لا ردمة راني في الحسيمة قاعد واحد العام كنت كنمشي للمرسى دابا ما بقى لا مرسى لا والو كنستناو صحاب الخارج يروحوا نخدموا معاهم الناس ديال اوروبا كيجيو عندنا كيتمعشوا معاهم المغرب والله الصحة رب العالمين كي كنشوف انا سبحان الله ما كنستافد منه والو اي والله وعاش الملك ولا شي واحد هكذا طيرتها له بهاد الهضره يسمح لي وتحيه خاصه لبن كيران بن كيران شوف كي غتعمل مع هاد الحسيمة صافي مشيت ما فهمنا والو بغيتي اجي عندنا شي نهار مرحبا بك عطي شي كلمة احنا ما فهمناش الله يرحم والدين احنا في انا بعدا كنقول لك انا شخصيا انا باللغة العربية اعرق في البحار في مدينة الحسيمة تحية خاصة للملك ديالنا يرد الاعتبار لهاد الناس يشوف شنو غيديروا شنو غيدير معاهم هاد الناس صراحة رب العالمين كنشوف كيخربوا هاد المدينة ماشي كيصلحوها اي والله والله ما كان لا الصلح لا والو كيخربوها اي تلابس انتم ما بغيتو تبداو من هنا بداو غير من هنا
الله يرحم والديهم باختصار. كلشي هاجو القنيطره طنجه. وكلشي مشى شي مشى القنيطره شي العرايش شي طنجه شي اللي ما كاين اللي ما عنده باش ما عنده بالصحه باش يمشي. اللي ما عندوش باش يمشي لهذيك الامنيه غيمشي يعيش على برا ما هياش عنده في الدماغ ديالو كاع كتدور كاع. بغى يجلس هنايا. الله يرحم والديه لقاو شي حل لهذا الحسيمة. الصراحه بالعالم باختصار ولقاو شي حل لهذ البلاد. هاد البلاد هاد الباركو هذا باركو هذا ماشي بلاد هاد المغرب ولا باركو كيدابزو عليه حتى يقول لك انا صبر الحكومه وحتى يقول لك لا انا اللي غنبقى في الحكومه هادو باقي هادو خليهم يدابزو بيناتهم جلاله الملك الله يرحم والديه المرسى مشات الحوت والو الازمه الناس كيسعاو النيكرو هادوك هادوك الحوت اللي كي هذاك الحوت اللي كيقولوا حقا كياكل الشبكه ولا هذاك انا بعدا انا عمر في حياتي انا عندي 34 سنه في المرسى تاع الحسيمه عمر ما النيكرو عمر ما دار هذه الكارثه حقا كيجي النيكرو واحد شهر شهرين ولا شي بحال ولكن هذا النيكرو استعمرنا هذا النيكرو هذا النيكرو خلق من رب العالمين ولا ديالكم انا ما فهمتش لا جبتوا هذه الحوتات من الميريكان والله ما عرفت منين جبتهم كي بالحاج مال خمس كنا كلشي تقطع له صديقي كلشي تقطع له والمافيات الكبارين عندهم الفلوس خواهم مشاو الباركو باعوا الماتش خلطوا الكرطة بيناتكم الله يرحم والدين تحية خاصة الوالد ديالي من هنا حتى اسبانيا الاول وشي حاجة أخرى رب العالمين يجبر الحق فيكم الله يحسن عون المغرب